على التليفون سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، ومعي أيضا الأستاذ مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. برحب بحضراتكم وأبدأ معاك سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان، تعليقك على هذا الفيديو. يعني احنا كل ما ينشر وما يذاع يا أستاذ عمرو بناخده على محمل الجد، بنكلف الجهات المعنية المختصة في الوزارة بفحصه وتحليله فنيا. هناك فريق عمل وجه السيد الوزير بتشكيله من قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام الوقوف على ملابسات هذه الواقعة وكشف كافة الملابسات المحيطة بها من حيث توقيت فيديو ومكان تصويره والمشاركين فيه. إن شاء الله فريق العمل بدأ بالفعل مباشرة شؤونه، حينما نصل النتائج سيتم الإعلان عنها، ولكن أؤكد لك أن ما فيش أي حاجة بتنشر أو بتذاع على هذه المواقع إلا وبيتم فحصها وتدقيقها والوقوف على حقيقتها وملاحقة كل من تورط فيها. وهل من السهل التوصل لهؤلاء يا سيادة اللواء؟ يعني زي ما عودتك، الأجهزة الأمنية في مصر وقدرتها على كشف غموض مختلف الوقائع ومختلف الحوادث ومختلف الأحداث، إن شاء الله قادرين على تحديدهم. إذا كان هذا التصوير تم في داخل مصر وفي وقت قريب، سيتم تحديدهم بإذن الله وملاحقتهم فردا فردا. يعني هم مسمين نفسهم كتائب حلوان. هم أعلنوا ذلك وأنهم يعملون في منطقة جنوب القاهرة. فريق العمل معني بفحص هذه الواقعة وكشف كافة الملابسات المحيطة بها والوقوف على تحديد هذه الأشخاص. طيب بالنسبة للي حصل النهاردة سيادة اللواء في عموم الجمهورية، تقييمك له إيه؟ يعني النهاردة كان فيه بعض التجمعات، في كانت أشدها كانوا أكثرها كان في الجيزة في منطقة فيصل قطع شارع 20 مع فيصل. الحقيقه اتسمت بالعنف واطلقوا الاعيره الناريه من اسلحه آلية وخرطوش، حتى احد المواطنين من اهالي المنطقه حاول ابعادهم عن منطقه عمله، يعني بغتوه باطلاق طلقه ادت الى وفاته، والقوات تصدت لهم وتعاملت معهم، نتج عنها وفاه احد هذه العناصر واصابه احد الضباط بطلق خرطوش بالراس. وفي الحامديه كان هناك تجمع من حوالي 100 او 200 شخص، احدهم يحمل فرد خرطوش وحقيبه بداخلها عده عبوات ناسفه وخمس قنابل يدويه، تم التعامل معه واصيب بطلق ناري وتوفى متاثرا باصابته وكان ملثما، وتم تحديد شخصيته من احد العناصر الارهابيه الضالعه في تنظيم المسيرات والعمل على حمايتها. في بني سويف، حقيقه بني سويف برضه النهارده كان فيه عدة تجمعات في مركز ناصر، حوالي 70 في مركز ناصر و80 في مركز لبا وحوالي 30 في زاوية المصريين، حاولوا قطع الطريق وعاقب حركة المرور. تعاملت معهم القوات وقامت بتفريقهم وضبط 11 منهم وذكهم عدد من زجاجات المنزوف والشماليخ والألعاب النارية وفردين خرطوش وعدة طلقات وموتوسيكل بدون لوحات. كذلك في الإسكندرية تم ضبط عدد 15 من هذه العناصر، حاول بعضهم قطع طريق الكورنيش في دائره قسم اول الرمل وبحوزتهم كميه من المولوتوف وفردي خرطوش وكميه من الشماليخ. طب سيادة اللواء، يعني حصل في اشتباكات عنيفه النهارده في جنوب القاهره، في الفيديو من يطلقون على انفسهم كتائب حلوان كانوا بيهددوا بيقولوا ان احنا في جنوب القاهره، هل في صله بين هذا الفيديو وما جرى في حلوان وجنوب القاهره بشكل عام؟ يعني لم تقصد الاجهزه الامنيه اختلاف في اعمال المواجهه او اعمال التصدي في جنوب القاهره، ولكن منطقه الحامديه ليست في جنوب القاهره ولكن في جنوب الجيزه. في جنوب القاهرة لم يشهد تمت أحداث غير طبيعية، وكانت التجمعات محدودة وتم التعامل معها وتفريقها ولم ينتج عن ذلك تمت إصابات أو وفيات. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.